بعد اذنكم معانا من البرتغال الساحر البرتغالي مستر مانويل جوزيه. مستر مانويل اهلا بيك على قناه ناديك النادي الاهلي في انطلاقته الجديده. مستر مانويل معايا في الاستوديو اتنين من نجوم الاهلي اللي اتدربوا معاك. معايا كابتن اسامه حسني، معايا كابتن خالد بيبو. ايه اجمل الذكريات اللي تفتكرها معاهم؟ كانوا ممتازين زيهم زي الجيل كله اللي كان معايا. Como Khaled Bibo, tivemos dois jogos, curiosamente, ambos contra. كان في ماتشين مع خالد بيبو ضد الزمالك. بيبو كسب ضد الزمالك جاب 3 اهداف. وكمان ماتش تاني كسبنا 4-3. أسامة حسني دخل في آخر ربع ساعة أحرز هدفين وقدرنا نفوز بالمباراة. فكانوا مباريتين فعلا مؤثرين بالنسبة لعلاقاتهم معي وعلاقاتهم مع الفريق. كانوا مباراتين دخلوا التاريخ، لأن اللي يجيب هدفين أو 3 أهداف في مباراة ديربي بتدخل تاريخ كرة القدم بالمصرية أكيد. قناة النادي الأهلي تعتبر أول قناة نادي في الشرق الأوسط. شايف قناة النادي الأهلي بعد التطوير، توجه لها كلمة تهنئة وتقول لجمهور النادي الأهلي بمناسبة الافتتاح إيه؟ أكيد بعد تجديد القناة أتمنى أن يكون التجديد دوت يساعد القناة في النجاح أكتر. فشايف أن إعادة التهيئة للقناة بتساعد النادي والقناة أنها تكمل النجاح وتزود النجاح اللي كانت موجود في القناة من الأول، وأكيد هترفع اسم النادي الأهلي وتوصله جميع أنحاء العالم وخصوصا العالم العربي. قناة الأهلي كانت ورا الفريق في بطولاته وانتصاراته داخل وخارج القارة، كيف كان التعامل معها وأبرز مواقفك مع قناة الأهلي؟ أنا دايما كانت علاقتي كويسة مع قناة النادي الأهلي، إنها دايما كانت بتتابع فوزنا وانتصاراتنا. في خلال 8 سنين اللي مريت فيها النادي الأهلي كان في نجاحات كبيرة، فأكيد كان في دافع للقناة إنها تغطي انتصاراتنا وفوز النادي الكبير. النجمين اللي موجودين معايا النهارده في الاستوديو كل واحد فيهم ليه ذكرى مميزه معاك، تحب تقول لهم ايه؟ اطلب منهم هم الاول يقولوا ايه ذكرياتهم معايا. ايه ذكرياتكم مع مستر مانويل؟ قول يا سام. كابتن خالد بيبو، ده اجمل الذكريات مع مستر مانويل. بص انا بعتز جدا بصداقته، وبتكلم معاه كتير، وبحس ان وانا بتكلم معاه ان هو يعني شخصيه قدر ازاي ان هو يخلينا كلنا يعني. ده بيبقى صعب في كره القدم ان كل اللي موجودين في الفرقه يحبوه ويخافوا منه ويحترموه وينفذوا كلامه. هل انت على اتصال بيه لحد دلوقتي؟ طبعا 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 طبعا. هو علمنا حاجه مهمه جدا، علمنا حاجة مهمة جدا، ازاي لعيب يحب مكانه ويخاف عليه. ودي أهم حاجة أنا شايفها في أي مدرب في العالم، إن هو إن يوصلك إن أنت بتحب المكان اللي تلعب فيه. صحيح، ودي سمة من سمات لعيبة النادي الأهلي على فكرة. صح. كابتن أسامة حسني،
يعني مع مستر مانويل اتعلمنا دايما في النادي الاهلي في شيء واحد، هو دايما الفوز. ايوه عمرنا ما بصينا على الخساره والتعادل، دايما هدفنا الفوز. ادانا برضو ثقافه تانية لما كنا بنطلع بره في تونس والمغرب والجزائر وكانت الامور صعبه، دايما عندنا مشكله لما كنا بنطلع بره. ادانا ثقافه الفوز لما بنطلع نلعب بره، دايما بنينا ثقافه الفوز جوه ملعبك وبره ملعبك، فدي كان اهم المميزات دايما اللي بيشتغل عليها معانا. حاجه تانية؟ ايوه حاجه تانية طبعا. علمنا ازاي الفريق هو النجم، مش النجم هو الفريق. مش النجم هو الفريق. ما كانش في حته النجم الاوحد، لا لا، كان الفريق هو النجم. صحيح. من المدربين اللي ازاي عرفنا يعني ايه ازاي يبقى الفريق هو النجم، وكانت شخصيته قويه جدا. طبعا كان في نجوم كتير جدا ولكن هو كان قادر يسيطر عليهم. مستر مانويل، ايه رايك من الناحيه الفنيه في مباراه الاهلي والوداد القادمه ان شاء الله؟ المباريات عامة اللي بتبقى الفرق الدول زي تونس والمغرب والجزائر دايما بتكون مباريات صعبة جدا، ما يكونش مباراة سهلة. بالنسبة لي أصعب أن أحلل بالضبط الموضوع، لأن أكيد وضع فرقة الوداد، لكن بما أنهم فازوا بالدوري فأكيد فرقة كويسة. الأهلي كمان مع المدرب الجديد مش عارف أدائهم بالظبط إزاي، فما أقدرش أقول المباراة تتم إزاي، إنما الأهلي هو أكبر نادي في أفريقيا، فعلشان كده في النادي الاهلي فايز برقم كبير من البطولات الافريقيه، ما فيش ولا فرقه قدرت تحصده. النادي الاهلي هو النادي الاكثر تتويجا، فنادي الاهلي ليه الثقل التاريخي اللي هيساعده لان هو احسن فريق في افريقيا، فده بيديله الميزه في المباراه، بس دايما بتكون مباريات صعبه. مستر مانويل اخيرا بشكرك وسعيد بوجودك معانا في اول ايام القناه بعد انطلاقتها الجديده، وباذن الله في انتظارك في الاستوديو التحليلي لتحليل مباريات الاهلي القادمه ان شاء الله. في نفس الوقت